طاقة التسامح طاقة كتير عالية وقوية. لما منسامح تتحقق المعجزات وبتتسهل كل أمورنا وبتدخل البركة لحياتنا. تتفعل هاي الطاقة عن طريق شاكرا القلب الموجودة بوسط الصدر. هلأ اقعدوا بمكان مريح وغمضوا عيونكم، والتنفس حيكون من الأنف 3 مرات، شهيق لمدة 3 ثواني، حبس النفس 5 ثواني، وزفير 7 ثواني. شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5، زفير 2 3 4 5 6 7، شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5، زفير 2 3 4 5 6 7، آخر مرة شهيق 2 3، احبسوا النفس 2 3 4 5، زفير 2 3 4 5 6 7. تخيلوا هلأ أو حسوا نور إلهي لونه أخضر بنزل من فوق راسكم، بيعبي راسكم من فوق، بنزل لجبينكم، لعينيكم، لأنفكم، لخدودكم، لتمكم، وبنزل لرقبتكم. هذا النور الإلهي اللي كله بركة بنزل لكتافكم، حسوا كتافكم تنزل لتحت، وبعدين بنزل هالنور لإيديكم وأصابع إيديكم، بعدين بنزل لمنطقة القلب. استشعروا النور بتغلغل للقلب كله. هالنور بنزل لبطنكم وحوضكم، بنزل تحت لإجريكم وأصابع إجريكم. استشعروا النور الإلهي بتغلغل وبيدخل لكل خلية وذرة بجسمكم. شوفوا حالكم هلأ بحديقة، وبهاي الحديقة في دالية عنب، فروعها كتيرة متصلة ببعضها البعض، وعليها عناقيد عنب لونها أخضر، وكل فرع من هاي الفروع بيكون مرتبط بحادثة أو شخص بتحتاج مسامحته، وحتى ممكن إنكم تحتاجوا تسامحوا حالكم. تخيلوا قدامكم الفرع اللي بيمثل الشخص أو الحادثة أو حالكم، وخليكم مركزين بالتنفس على منطقة القلب. هلأ احكوا بصوتكم الداخلي واستشعروا الكلمات اللي هلأ راح أحكيها لتلقوا
ثلاث مرات الكلمات. أنا بحبك، أنا بحبك، أنا آسف، أنا آسفة، أرجوك سامحني، أرجوك سامحيني، شكرا. أنا بحبك، أنا بحبك، أنا آسف، أنا آسفة، أرجوك سامحني، أرجوك سامحيني، شكرا. أنا بحبك، أنا بحبك، أنا آسف، أنا آسفة، أرجوك سامحني، أرجوك سامحيني، شكرا. هاي الكلمات هي تقنية الهوبونونا، تقدروا جوجلت. هلأ برضو رددوا بصوتكم الداخلي الجمل التالية: أنا بسامحك، بسامحك على كل إساءة صارت بالماضي وممكن تصير بالمستقبل، بتحرر منها تماما. أنا بحرر ذاتي من أي ضغينة بحملها بقلبي، أنا بسمح لحالي بأنه أحب حب غير مشروط، أنا الحب، وهلأ لما تحسوا إنكم تحررتوا من كل ضغينة أو طاقة سلبية تجاه حالكم أو الشخص أو الحادثة، وعبيتوا قلبكم بالحب الغير مشروط، تخيلوا هلأ إنكم ماسكين عنقود عنب أخضر موجود على الفراغ وبتحطوه جوا قلبكم، لأنه مهما كان الشخص أو الحادثة أو حتى إنكم تسبب ألم بالماضي إلكم، برضو فيها كمان جانب إيجابي بإنكم عم بتصيروا أقوى بمسامحتكم وبقلبكم الكبير. هلأ رجعوا وعيكم للغرفة اللي انتوا فيها وحركوا أصابع إيديكم وإجريكم، ولما تكونوا جاهزين فتحوا عينيكم. شكراً.